السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم حلوة اقتصادية وسهلة كذلك في التحضير ديالها. فيها ثلاثة ديال المكونات كيف ما شفتوا في العنوان. بالنسبة لهذه المكونات ان شاء الله غادي تعرفوا عليها بعد قليل. كنتمنى انكم تجربوا هذه الحلوة لانها رائعة بزاف. ما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم وكذلك تبارطاجيوها مع الاصدقاء. كنتمنى لكم فرجة ممتعة ويلاه معايا تشوفوا هذه ثلاثة ديال المكونات اللي درت انا في هذه الحلوة. بالنسبه للمكونات عندي هنا 150 غرام ديال دقيق الفورس، 200 غرام ديال الشوكولا ديال نوتيلا، وبيضه واحده. فبالنسبه للناس اللي ما متوفراش عندهم نوتيلا يذوبوا الشوكولاته السوداء، يديروا 200 غرام ديال الشوكولات ويذوبوها. بالنسبه للطريقه فهي سهله، كنوضعوا بيضه ضروري انها تكون في درجه الحراره ديال المطبخ. غادي نضيف عليها النوتيلا. بالنسبه للنوتيلا دفيتها واحد شويه باش تسهل عليا الخدمه. من بعد كتخلطوا مزيان هاد النوتيلا مع بيضه كامله حتى كينسجموا المكونات مع بعضياتهم كيف ما كتلاحظوا. ومن بعد كنضيفوا هاد 150 غرام ديال دقيق الفرص على جوج ديال المرات. كنجمعوا فقط العجينه، ما كندلكوهاش، غير كتجمع العجينه وكتكون رطبه. كيف ما ذكرت لكم فهي حلوه اقتصاديه وفي نفس الوقت فيها مكونات اللي هي قليله بزاف. كنتمنى انكم تجربوها لانها رائعه وان شاء الله غادي تعجب الاطفال ديالكم وحتى نتوما غادي تعجبكم، لان المذاق ديالها مذاق الشوكولا. بعد ما جمعت العجينه بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا كتجي رطبه بزاف، كندهن اليدين ديالي بشويه ديال زيت المائده، ومن بعد كنشكل كويرات بهذا الشكل، كنديروا غريبه وكنستفوها في لاطه اللي كتدخل الفران، كنديروا عليها ورق ديال الطهي. اذا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي، ومن بعد غادي نوريها لكم. كيف ما كتلاحظوا بالنسبه لهاد الكميه اللي درت ديال الدقيق عطاتني هاد الكميه اللي كتلاحظوا امامكم. وكناخذوا اي غطايه اللي كتكون صغيره وكنتقبوها من الوسط، غادي نتقبها بهذا الشكل وغادي ندخلها الفران اللي كيكون مسخن على درجه حراره 180. كنخليوها كطيب مده ديال 5 ديال الدقائق فقط، فهي ما كتحتاج تطيب بزاف لانها الا طابت بزاف كتجي قاصحه، من الاحسن اننا نطيبوها شويه صافي. ومن بعد ما كنخرجها فهذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت، كتجي لذيذه بزاف. وهنايا خديت يا اما كتاخذوا النوتيلا وكتزينوا بها من الفوق، يا اما ديروا بحالي انا ذوبت الشوكولاته السوداء ومن بعد بقيت كنزين بها بهذا الشكل. غادي نكمل انا التزيين ديالها ومن بعد غادي نوريها لكم بعد ما زينتها. كيف ما كتلاحظوا في الحلوه بعد ما وجدات هي هذه، كنتمنى انكم تجربوها. الا بغيتوا كميه كبيره دوبلوا المقادير. كنتمنى لكم فرجه ممتعه وشكرا لانكم شاهدتوا هذا الفيديو. الى اللقاء، نتمنى انكم تخليوا لي لايك ديالكم وكذلك التعليق ديالكم. نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم احبائي.